والله انا ما اشوف احد يفتر، وانا اي وايد هني صراحه ما اشوف لا من البلديه ولا اشوف من التجاره احد يفتر ولا احد يتابع، عشان كذي هم قاعد يزيدون الاسعار وما حد يلاحظ. يعني زيادات بسيطه بسيطه بعد فتره تشوفينها في فرق يعني بالسعر. يعني المفروض يعني يعلقوا رقابه اقل ما فيها، يعني شوفون يعني من الى شلون صارت يعني عقوبه من الاسعار الوضعيه، لا حيل حيل مرتفع صراحه. انا مره شفت ان الجهاز الرقابي يحفز عملية الرقابة من ناحيته هو، يعني مجرد أن أنت تصر علينا إذا في شكوى، لكن أنا ما شفت ولا مرة مراقب أو واحد معلق باج يفتر بالسوق لقيته. أنا يمكن من 30-40 سنة ما عمري شفت واحد معلق باج يفتر. والله الأسعار كلها مرتفعة ولا في رقابة، وزارة التجارة كل يوم لها حشوة. والله الأسعار في ارتفاع بصراحة، وإحنا نطلب من وزارة التجارة بمراقبة الأسعار، لان فعلا قاعد نشوفها قاعد ترتفع بدون رقابه صراحه، فلازم يعني يحطون ويحددون بعض الاسعار، لان خصوصا المواد الغذائيه والمواد الاستهلاكيه يبي لها مراقبه. ما يصير ان المحلات هذه ترفع الاسعار بدون وجه حق، يعني هم المواطن قاعد يتالم، يعني خصوصا الاسعار يعني المواد الغذائيه المفروض الحكومه تشدد عليها، خصوصا وزاره التجاره و إدارة حماية المستهلك